رفع تحسين قدرات ومهارات القوى العاملة المصرية. سياسيا في شؤون دبلوماسية في شؤون الخارجية نريد أن نتعاون مع الحكومة المصرية في كل الجهود الدولية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. عندما زار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مصر بعد ثورة 25 يناير كانت معه بعثة تجارية، ولكن اللافت للنظر أنه كان هناك شركات لمبيعات الأسلحة أو للترويج لمبيعات الأسلحة، كيف يعني تنظرون إلى هذا الأمر؟ في رأيي ليس هناك أي تناقض بين الديمقراطية والدفاع عن النفس، هذا حق أي دولة الدفاع عن النفس، ولكن هناك دول في هذا العالم لا تملك صناعة الدفاع، مثل دولة الكويت، وكلنا نتذكر أن منذ 20 سنة دولة أخرى قام بغزو دولة الكويت، ولذلك من حق دولة الكويت من حق كل دول في العالم أن تشتري الأسلحة المعدات العسكرية اللازمة لدفاع عن النفس. نحن في بريطانيا لدينا أسلوب مسؤول جدا لتضخيم إذا سوف نصدر المعدات العسكرية لدولة معينة أم لا، إجراءات صارمة ضرورية من أجل حلول دون تصديرات للمعدات العسكرية غير متناسبة غير مناسبة. من ضمن الاستثمارات أيضا الاستثمار السياحي أو المجال السياحي، هل بريطانيا قامت بإلغاء الحظر على السائحين البريطانيين في زيارتهم لمصر أم ما زال الأمر معلقا؟ إطلاقا حسب معلوماتي بريطانيا الحكومة البريطانية كانت الحكومة الوحيدة التي لم تقل للمواطنيها عدم السفر إلا شرم الشيخ وهذه السيناء وهذه المنطقة. نعم، في الوقت الحالي ليس هناك أي نصيحة للمواطنين البريطانيين بعدم السفر إلى مصر، وإن شاء الله مع عودة الاستقرار ومع عودة الحدود إلى الشارع المصري السياح البريطانيون سوف يرجعون إلى مصر، ولكن هذا يعتمد على الظروف وعلى الوضع الأمني في مصر، والأحداث مثل الأحداث يوم أمس في المباراة بين المنتخب الزمالك والمنتخب التونسي، مثل هذه الأحداث بكل صراحة تؤثر بسلب على سمعة مصر، وهذا شيء يعني خطير الحقيقة. انه انا يعني تحديدا اليوم سمعت انه في تصريح لرئيس الوزراء المصري بانه الامر لن يمر مرور الكرام لانه الامر متعلق بسمعة مصر في هذا التوقيت. وانا سمعت ايضا ان سيتم تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات هذه الاحداث، وهذا هذا شيء مهم. هننتقل يعني مستر مارتن الى نقطة أخرى تتعلق بمذكرة مجلس الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال شخصيات مصرية، على رأسها طبعا الرئيس السابق مبارك وأسرته وعدد من الوزراء. الحقيقة إزاي يعني كيف ترى التعاون بين مصر وبريطانيا في موضوع هذه الأموال وتجميد الأموال أو محاولة وجود رؤية خاصة لهذه الأموال كي ترجع إن كان لمصر الحق في رجوعها؟ يعني نعم، أولا نحن نفهم جيدا أن هذا موضوع مهم للغاية، موضوع حساس، لذلك من البداية الحكومة البريطانية كانت تريد أن تتعاون مع الحكومة المصرية في هذا الخصوص، لذلك انفردت الحكومة البريطانية في جهودها لحث الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، وهناك اليوم 27 عضو في الاتحاد الأوروبي، على ضرورة اتفاق على تجميد
هذه الأموال. الأصول وهذه الأرصدة. الحمد لله يوم 21 مارس اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على هذه الإجراء، ودخل قيد تنفيذ هذا الإجراء في اليوم التالي يوم 22 مارس. هذا إجراء نرحب به، تم تنفيذ هذا الإجراء في بريطانيا وأعتقد في كل الدول الأوروبية، وفي الوقت الحالي نحن في انتظار نتائج التحقيقات المصرية في هذا الخصوص. نحن نحتاج إلى أدلة الكافية لكي نستطيع أن نتحرك لاستعادة هذه الأصول وهذه الأموال إلى مصر. نحتاج إلى أدلة من السلطات المصرية. سيد مارتن، ننتقل إلى يعني ملف آخر وهو الملف الليبي. يعني حاليا وبعد يعني الحظر الجوي وقراره، بعد دخول بعض الدول ممثلة في بريطانيا وفرنسا وأمريكا وإيطاليا وقيادة حلف الناتو، كيف ترون المشهد الليبي حاليا؟ المشهد الليبي حاليا خطير للغاية. للأسف شديد النظام الليبي لا يزال يشن هجمات ضد المدنيين، ضد مدينة مصراتة، ضد مدينة زنتان، ومنذ أسبوعين حدد الإقليم موامر غذافي بشن هجوم بلا رحمة على مدينة بنغازي. والحمد لله العمليات العسكرية حيلولت دون هذا، ولذلك الجهود العسكرية أنقذت مئات آلاف من المدنيين الليبيين من المجزرة. الضغط مستمر، الضغط مستمر على النظام الليبي، وفي الأيام الماضية رأينا الانشقاقات في النظام الليبي. النظام الليبي ينهار من الداخل، وذهب الوزير موسى كوسا إلى لندن وقدم استقالته من الحكومة الليبية، وهو من أقوى حلفاء قذافي. فعلا النظام الليبي يتأكل من الداخل، وأهم شيء سياسي عسكريا عفوا، نحن نقوم بهذه الجهود العسكرية، هذه الغارات العسكرية من أجل حماية المدنيين. القرار الأخير لمجلس الأمن يجيز استخدام كل الوسائل الضرورية من أجل حماية المدنيين، ولكن الأمر حتى الآن في ظل منطقة الحظر الجوي والقصف من البحر أو محاولة عدم وجود طيران في منطقة الحظر الجوي. ولكن تقدمت قوات القذافي في الأيام الأخيرة واستعادت بعض المدن اللي النهاردة تم أيضا محاولة الثوار لاستردادها مرة أخرى. كل هذه الأشياء ألا تعني أنه في ظل تعنت القذافي هل من الممكن أن يتم تدخل عسكري على الأرض من قوات التحالف؟ لا، القرار الأخير لمجلس الأمن قال بكل وضوح أن ليس هناك أي نية، أي إرادة، أي رغبة في إرسال قوات احتلال إلى ليبيا إطلاقا. نحن نقوم بهذه الجهود العسكرية من أجل حماية المدنيين، من أجل توصيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الليبي. وأيضا القرار الأخير ينص على ضرورة إطلاق عملية سياسية تستجيب للمطالب المشروع. إذن على الجانب الآخر هناك مبادرات سياسية لازم تتوازى، بما أنه ما فيش تدخل عسكري على الأرض لابد أن تكون هناك مبادرات سياسية دولية. أعتقد أنه فرنسا وبريطانيا نعم، ولابد لابد أن يتوقف الكتال أولا، لابد من الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار. سمعنا أن هناك ممثلا للقذافي أو تحديدا لسيف الإسلام، هناك ممثل له ذهب إلى بريطانيا في محاولة لأنه يتم إشراك أبناء القذافي في الحكم الجديد القادم على أن يخرج القذافي بشكل مشرف. هل هناك تأكيدات لمثل هذه الأخبار المتواترة؟ هناك اتصالات مع النظام الليبي،
قبل ذهابه إلى لندن كنا باتصال مع السيد موسى كوسا، هو حاليا في لندن ونجري مباحثات معه. يقال إنها ليست فقط مباحثات ولكنها ربما تكون هناك استجوابات أيضا، إشارة إلى موضوع الكيربي مثلا. نعم، وبكرة المسؤولون من الخارجية البريطانية سوف يلتقون بمسؤولين من السلطات الإسكتلندية المعنية في هذا الخصوص. كلنا ليس يعني سرا أن السلطات الإسكتلندية تريد الجلوس مع الوزير المنشق لمناقشة مثل هذه القضايا، ولكن نحن نستخدم كل مثل هذه الاتصالات لنقول للنظام الليبي إلا والحث على ضرورة تطبيق القرار الأخير لمجلس الأمن، ونقول سياسيا أيضا للنظام الليبي هان الوقت لرحيل معمر قذافي. اسمح لي بسؤال قد يكون قد يبدو فرعيا، ولكن إذا ثبت من التحقيق الذي تجريه السلطات البريطانية مع موسى كوسا أنه كان متورطا في قضية لوكيربي، هل سيحاكم؟ نحن قلنا من بداية هذا الأمر أن الحكومة البريطانية لن تعرض على الوزير المنشق أي حصانة من الملاحقة القضائية، أي حصانة. طيب، إذن لابد أن ننتقل إلى مشهد ساخن آخر وهو المشهد اليمني. كيف ترى الحكومة البريطانية المشهد في اليمن، خاصة أنه ربما نسبة المؤيدين إلى المعارضين للرئيس علي عبد الله صالح ربما تكون متوازنة بعض الشيء. كيف ترى الحكومة البريطانية الوضع في اليمن، ولمن يعني ستنحاز في النهاية؟ الحكومة البريطانية تتابع عن قرب الوضع في اليمن منذ وقت طويل. تم إطلاق مبادرة باسم مجموعة أصدقاء اليمن منذ أكثر من سنة في لندن من أجل دعم الاستقرار ومن أجل تنسيق الجهود الدولية من أجل دعم الاستقرار في اليمن. طبعا في الأسابيع الماضية الظروف تتدهور في اليمن، هناك استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، وندين هذا ولذلك نقول آخرها اليوم في ساحة الحرية في تعز في سقوط قتلى وفي هناك جرحى في وليس هناك أي تبرير لمثل هذه التصرفات. يعني إذا تطور الموقف الدولي وبريطانيا أحد ممثلي هذا الموقف الدولي تجاه اليمن، ماذا سيكون في تصوركم التطور التالي للتعامل مع هذه القضية في اليمن؟ نحن نقول للحكومة اليمنية أن لابد من اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل إعادة بناء الثقة بين الحكومة والشعب اليمني، وبعد هذا إطلاق حوار وطني حقيقي من أجل تلبية المطالب المشروعة للشعب اليمني ولضمان. هل هناك قنوات اتصال مفتوحة ما بين الطرفين، ما بين علي عبد الله صالح ما بين المعارضين له؟ نعم، على ما يبدو هناك اتصالات. يبدو نعم هناك اتصالات، والحكومة البريطانية تبذل أقصى الجهود من أجل إيجاد دعم الجهود القائمة من أجل إيجاد حل سلمي للمشاكل الموجودة في سيد مارتن. دعنا ننتقل إلى البحرين، وهي أيضا دولة عربية بها ثورة شعبية فيها خصوصية الشيعة والسنة، يمكن ده مديها خصوصية، ولكن هذه الاحتجاجات التي شهدتها المنامة تحديدا، الموقف البريطاني تحديدا من ما يتم في البحرين، ما يتم في البحرين يثير القلق لدينا. أسباب إثارة القلق، هل المصالح البريطانية جنب المصالح الأمريكية في هذه المنطقة تحديدا؟ الأمر يتعلق لم يتعلق بمصالح. بمصالح؟ لا. بماذا يتعلق؟ يتعلق بضرورة وقف التوتر في البحرين وإعادة بناء الجسور بين الشيعة والسنة.
هل هناك آليات لإعادة هذا التواصل بين الشيعة والسنة؟ أنت تعرف أن الخلفية العقائدية والمذهبية أحيانا تكون غير طيعة. ولي العهد البحريني أعلن منذ عدة أسابيع أنه مستعد لإطلاق حوار وطني بين كل الأطراف البحرينية، ونخف كل الأطراف على ضرورة الانخراط في هذا الحوار بغض النظر عن المشاكل. ولكن ليس هناك تعليق على قوات درع الجزيرة وقوات السعودية التي دخلت في المنامة؟ كان هناك تعليق. تمثل في ماذا التعليق؟ دخلت هذه القوات بدعوة من الحكومة البحرينية، هذا نقطة مهمة، ولكن قلنا أن على هذه القوات احترام الحق في التظاهر السلمي، كما قلنا نفس الشيء إلا السلطات البحرينية. هناك حريات أساسية مثل حرية التعبير، مثل الحق لتظاهر السلمي، ولابد من احترام مثل هذه الحقوق والحريات. ولكن نحن نحث كما قلت كل الأطراف في البحرين على ضرورة وأهمية الانخراط في هذا الحوار الوطني. ليس هناك وسيلة أفضل من الجلوس جنبا إلى جنب من أجل إيجاد حلول مناسبة للمطالب المشروعة للشعب البحريني. اسمح لي، ولكن الدور السعودي يملك أيضا أجندته الخاصة في صراع البحرين، وكأنه يرسل إلى إيران رسالة بمحاولة لتحجيم النفوذ الإيراني من خلال شيعة البحرين. كما قلت، حسب معلومات الحكومة البريطانية، وهذا ليس سرا أعتقد، الحكومة البحرينية طلبت من مجلس التعاون الخليجي إرسال قوات لدعم الاستقرار. أوكي، هذا حق الحكومة البحرينية، يعني حق، ولكنه معلق، لأنه ربما المجلس التعاون الخليجي يشير إلى تعاون الدول عندما يكون هناك عدوان خارجي وليس مجرد مطالبة بحقوق مواطنين، لكن ليس هذا يعني موضوع النقاش. نعم، ولكن نقطة مهمة، يعني الحكومة البحرينية ذات السيادة الكاملة وطلبت الدعم من مجلس التعاون الخليجي. أما موقف الحكومة الإيرانية من موجة الاحتجاجات التي بدأت في تونس وبعد هذا إلى مصر، في رأيي هناك يعني تناقض واضح في هذا الموقف الإيراني؟ في الموقف الإيراني. في مصر على سبيل المثال دعت الحكومة الإيرانية وأيدت حق الشعب المصري في التظاهر السلمي ومنعته في بلادها، في حين تخمع المظاهرات في السلمية تهران. في تهران يس. أيضا يعني نتذكر أيضا الحوثيين في اليمن، ثم الوجود الإيراني الداعم للاحتجاجات في البحرين بالنسبة للطائفة الشيعية هناك، والتدخل الإيراني في الشؤون العراقية، في الشؤون الأفغانية إلى آخره. ونقول للحكومة الإيرانية، نعم أنتم دولة كبيرة في هذه المنطقة، صحيح، في منطقة الخليج، ولأي دولة من حق أن تلعب دور في المنطقة التي تعيش فيها، ولكن دور إيجابي، دور بناء يساهم في تقوية العلاقات بين كل الدول. ولكن للأسف الشديد وعلى مدار السنوات الماضية لم تفعل هذا الحكومة الإيرانية. لم تفكر بريطانيا والحكومة البريطانية تحديدا في يعني إيجاد آليات للتعامل مع الحكومة الإيرانية لمحاولة التوافق لهذه المنطقة الملتهبة، منطقة الخليج وما يتبعها من دول أخرى، للصالح الإقليمي وللصالح الدولي وربما للصالح البريطاني أيضا؟ نعم، بكل تأكيد نريد الجلوس مع السلطات الإيرانية جنبا إلى جنب لمناقشة كل. هل في استجابات؟ هل في استجابات إيجابية من؟ هل في ردود إيجابية من الجانب الإيراني؟ شديد. لا يوجد. الاجتماع الأخير للدول الست الكبرى
مع السلطات الإيرانية عقد في إسطنبول منذ أنا مش فاخر. للأسف شديد شاهدنا تعنت من الحكومة الإيرانية، وبغض النظر عن هذا التعنت الإيراني نقول وأكرر هذا، نحن نريد الجلوس مع السلطات الإيرانية، باب الحوار لا يزال مفتوحا، ولكن لا نريد مفاوضات من أجل مزيد من المفاوضات. لدينا لدى الأسرة الدولية مخاوف حقيقية من البرنامج النووي الإيراني. السلطات الإيرانية لا تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تجيب على أسئلة عن البعد العسكري الممكن لبرنامجها من هذه الأسئلة من الوكالة الدولية، قامت ببناء منشأة سرية في مدينة قوم وهذا يخالف كل التزاماتها. ربما تملك إيران حجة تبدو في النهاية منطقية ولكنها ليست واقعية، أنكم أو إن المؤسسة الدولية للطاقة الذرية تقوم بمحاولة التفتيش على المنشآت وتريد أن يكون هناك طريقة ما لأن تخصيب اليورانيوم لا يقوم إلا لأشياء سلمية، ولكن إيران تلوح أيضا بأن على الجانب الآخر هناك إسرائيل لا أحد يمنعها من بناء أي مفاعلات أو من تطوير أي آليات ذرية أو نووية يعني. نعم، والقيد بالمكيالين مش كده. نعم، أما البرنامج الإيراني وسوف أجيب على السؤال عن إسرائيل لاحقا. الحكومة الإيرانية مصرة على تقسيم اليورانيوم، فهين ليس هناك أي استخدام سلمي لهذا اليورانيوم. الحكومة الإيرانية تبني مفاعل نووي في بوشهر. نحن نرحب بهذا، نحن نرحب بهذا. روسيا زودت هذا المفاعل بالوقود النووي اللازم لتفعيل هذا المفاعل، الماء الثقيل. نعم، ليس هناك أي استخدام سلمي لكل اليورانيوم التي تسخب السلطات الإيرانية. لماذا؟ ولذلك هذا العملية التخصيب تثير كثير من المخاوف، كثير من التساؤلات، في حين السلطات الإيرانية ترفض مناقشة هذا البرنامج. أما إسرائيل نحن نقول للسلطات الإيرانية الإسرائيلية إن لابد من انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم الحد من انتشار الأسلحة النووية التي هي غير مشتركة فيها. نعم، حتى الآن. وإيران وقعت على هذه المعاهدة، ولذلك من حق السلطات الإيرانية أن تطور برنامج نووي لأغراض سلمية، ولكن في مقابل هذا الحق هناك مسؤوليات، ولابد أن تتحمل هذه المسؤوليات السلطات الإيرانية. ولكن إسرائيل لابد من انضمام إسرائيل إلى هذه المعاهدة. أيضا نحن نريد جعل الشرق الأوسط خالية من كل أسلحة الدمار الشامل، ولذلك نسقت الجهود البريطانية مع الجهود المصرية السنة الماضية من أجل إبرام اتفاقية على عقد اجتماع مؤتمر في السنة القادمة لمناقشة كيفية تحقيق هذه الرؤية، رؤية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية. سيد مارتن، إذا انتقلنا إلى سوريا تحديدا، ما حدث في درعا، الحكومة البريطانية أيضا أعتقد أنه لها رؤية خاصة بما يحدث في سوريا، لأنه طبعا الأمر أصبح تقريبا على التوازي في كثير من البلدان العربية، مطالبة بالحرية، مطالبة برفع قانون حالة الطوارئ، مطالبة بتعديل حالة التعبير وحالة الحرية وحالة الديمقراطية. نعم. سوريا تحديدا في منطقة جغرافيا غاية في الأهمية، تدعمها إيران بشكل أو بآخر، حزب الله في لبنان أيضا
يميلوا إلى الجانب السوري، تركيا وموقعها، كيف ترى الحكومة البريطانية ما يحدث في سوريا حاليا؟ الوضع والتطورات الأخيرة في سوريا خطيرة. مرة أخرى نرى حكومة في هذه المنطقة تستخدم العنف المفرط ضد المتظاهرين. وأكرر، ليس هناك أي تبرير لهذا. صحيح. لهذا. هو اعتياد على التعامل مع الشعب بهذه الطريقة. نعم. في نفس الوقت الحكومة السورية وعدت بإدخال بعض الإصلاحات. يعني ده جاء في خطاب الرئيس بشار الأسد. يعني ما تعليقكم على هذا الخطاب وما جاء به؟ نعم، سمعنا كثيرا يعني كلام جميل، ولابد من ترجمة الأقوال إلى الأفعال. السيدة بثينة شعبان تقول وقالت هذا عدة مرات إن لدى الشعب السوري مطالب مشروعة. أنا أشارك هذا الرأي، ولذلك نحن نقول للحكومة السورية إن لابد من الاستجابة إلى هذه المطالب المشروعة، لابد من ضبط النفس، لابد من عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين. هذا هو موقف واضح وثابت للحكومة البريطانية بخصوص التطورات في سوريا. سيد مارتن داي، أعتقد أنه الثورات التي حدثت في العالم العربي تدعونا إلى فتح ملف عملية السلام، خاصة أنه في هذه الفترة يعني حكومة نتنياهو زادت في بناء مستوطناتها، ضربت غزة أيضا، يعني في مجموعة من التحركات السلبية الإسرائيلية تجاه فلسطين في ظل أوضاع ملتهبة في المنطقة تؤثر على دول العالم، تؤثر على السياسة الدولية، تؤثر على الدول الكبرى مثل بريطانيا. يعني ما الموقف البريطاني تجاه ما يحدث حاليا من توسع في بناء مستوطنات أو في ضرب غزة تحديدا، استغلالا لموقف يعني شبه مضطرب في المنطقة؟ نحن نقول إن القضية الفلسطينية مفتاح الاستقرار في هذه المنطقة، لذلك لابد من تقصيف الجهود الدولية من أجل التوصل إلى نهاية إلى هذا الصراع. لذلك الحكومة البريطانية بالتنسيق مع الحكومتين الفرنسية والألمانية أعلنت أن الملامح الرئيسية لأي تصوير نهائية. ما هي هذه الملامح؟ إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل، حدود هذه الدولة الفلسطينية على أساس حدود 67 ومع إمكانية تبادل الأراضي، سيتم ترتيب إجراءات أمنية تحمي إسرائيل ولكن لا تمس بالسيادة الفلسطينية، ولابد أن تكون القدس عاصمة لكل من هذه الدولة الفلسطينية وإسرائيل، وحل عادل ومتفق عليه للقضية اللاجئين. وهذا الموقف ينسجم مع الموقف العربي مع مبادرة السلام العربية. هذه المبادرة في تقدير الحكومة البريطانية مبادرة جيدة، لابد من تحريك هذه الجهود الدولية. نحن نقول لكل العالم، للفلسطينيين، للإسرائيليين، إن نافذة السلام، إمكانية تحقيق السلام، نافذة السلام تغلق، ولابد من التوصل إلى تسوية نهائية. أما المستوطنات، الحكومة البريطانية تقول إن كل النشاطات الاستيطانية غير شرعية حسب القانون الدولي، ولابد أن تتوقف لأنها تهدد بجعل تحقيق رؤية حل الدولتين أمرا مستحيلا. هذا لا يخدم الفلسطينيين، مصالح الفلسطينية، هذا لا يخدم المصالح الإسرائيلية، وهذا لا يخدم المصالح الإسلامية والدولية. ولكن اسمح لي سيد مارتن،
هناك في الشهور الأخيرة كثير من الدول خاصة في أمريكا اللاتينية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، وكان يعني اعترافها يعتبر نوع من الدعم الدافع لاندماج الوضع الفلسطيني في الوضع الدولي. يعني ألم تفكر بريطانيا في اتخاذ خطوة بشكل أو بآخر، سواء كانت باعتراف مباشر، سواء كانت بتمثيل دبلوماسي، سواء كانت وفي العصابير الأخيرة تم رفع درجة التمثيل للفلسطينيين في لندن في إطار التعاون الوثيق بين الحكومة البريطانية والسلطة الفلسطينية. ولكن أهم شيء في هذا أن على الجانبين، على الجانب الفلسطيني وعلى الجانب الإسرائيلي، أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات. هل عودة المفاوضات إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى بدون شروط مسبقة، هل ربما تدعو دول مؤثرة في المحيط الدولي للاعتراف مثلا بدولة إسرائيل، بدولة فلسطين وقيامها؟ كما قلت، تم رفع درجة التمثيل للفلسطينيين في لندن في إطار أنا لا أتحدث عن بريطانيا تحديدا، ولكن رؤيتك، هل من الممكن أن تدعو دولا ذات ثقل دولي لو تم مفاوضات على مائدة حوار بدون شروط مسبقة؟ هل تتصور أن من الممكن أن يحدث اعتراف بالدولة الفلسطينية دعما لها في الاتجاه الإيجابي نحو المفاوضات؟ الوسيلة الأفضل لإقامة دولة فلسطينية في تقدير الحكومة البريطانية هي المفاوضات. المفاوضات أولا. ونحن يعني نبذل أقصى الجهود من أجل هذا. نحث كل الجانبين على ضرورة إعادة استئناف المفاوضات بغض النظر عن عدم وجود ثقة بين الجانبين إلى آخره. دائما الحديث يدور عن كل المشاكل وكل التحديات. نعم، هذه المشاكل موجودة، ولكن ما هو البديل للمفاوضات؟ نعم، أنا بزور فلسطين وبزور إسرائيل كثيرا، وأسمع كثيرا عن شعور بالغضب والاستياء من الجانبين، ولكن أنا أيضا أشاهد بنفسي أن الوضع في غزة، الوضع في إسرائيل، الوضع في الضفة الغربية لا يتحمل، لا يطاق، ولذلك لابد من إعادة استئناف المفاوضات من أجل الفلسطينيين ومن أجل الإسرائيليين ومن أجل مستقبل أفضل. مستر مارتن داي، الاحتجاجات والمظاهرات ليست فقط في الوطن العربي، كانت هناك منذ قليل مظاهرات أيضا في لندن في بريطانيا، كانت أولا احتجاجا على خفض الموازنة العامة، ويعني لا أدري كيف تعاملت الحكومة البريطانية مع مثل هذه المطالبات بخفض الموازنة. أيضا كان في مظاهرة أو بسبب تخفيض النفقات العسكرية البريطانية. نعم، الحكومة البريطانية تقول إن لابد من تخفيض الإنفاق العام. لماذا؟ من أجل إعادة الثقة في الاقتصاد البريطاني. ولذلك اتخذت الحكومة البريطانية بعض القرارات الصعبة. وعلى الحكومات في أي دولة أن تتخذ القرارات الصعبة. اليونان أمامنا يعني صورة ومثال من شهور. الاقتصاد البريطاني يختلف عن الاقتصاد اليوناني، والحمد لله حسب كل الإحصائيات وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، الاقتصاد البريطاني سوف يشهد في السنة القادمة نموا. نرحب بهذا. والحكومة البريطانية اتخذت كثير من الإجراءات من أجل دعم الاقتصاد البريطاني، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات من الخارج. بريطانيا لديها سوق مفتوحة للجميع، نستفيد من هذا، وإن شاء الله كل هذه التدابير الصعبة سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى تقوية الاقتصاد البريطاني. ما هي الآلية التي تم التعامل بها مع المحتجين البريطانيين أمام انخفاض الموازنة وانخفاض الانفاق العسكري؟
الآليات التي تعاملت بها بريطانيا كدولة يعني ديمقراطية عريقة. نعم، هذه المظاهرات كانت ضخمة للغاية. أنا قرأت تقرير مفاد شاركة 500,000 شخص في هذه المظاهرات. وطبعا نحن وأنا كمواطن بريطاني أحترم هذا الحق في التظاهر السلمي. للأسف الشديد ولازم أضيف هذا، كان هناك مجموعة صغيرة حاولت استغلال هذه المظاهرات لأغراضها، وحصلت أحداث مؤسفة للغاية، وقوات الشرطة اعتقلت بعض المتظاهرين، وسيتم التعامل معهم حسب القانون الدولي. نحن في بريطانيا الحمد لله نعيش في دولة القانون، ويتم محاكمة حول الناس على أساس القانون البريطاني أمام محكمة مستقلة تماما من السلطة التنفيذية. استمرت العالم بالفعل العالم صغير. احنا بنشكر في نهاية اللقاء بنشكر السيد مارتن لي المتحدث باسم الحكومة البريطانية، وسعدنا بلقائه خلال زيارته الحالية لمصر. بنشكركم وإلى لقاء آخر مع لقاء خاص.